أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للوقوف على مآلات اتفاق الرياض بين الحكومة والانتقالي المدعوم من السعودية والإمارات. أكدت رئاسة الجمهورية ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض بما يحافظ على الدولة ويعزز من سلطاتها ومؤسساتها. وقال عبد الله العليمي مدير مكتب الرئاسة إن الاتفاقات مجرد حبر على ورق ما لم تتبعها عزيمة قوية وإرادة شجاعة في تنفيذها، لافتا إلى أن لدى الشعب اليمني تجارب غير ناجحة في تنفيذ الاتفاقات. هذا وشهد قصر اليمامة في الرياض مراسم توقيع الاتفاق بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي بعد شهرين ونصف من سيطرة الأخير على عدن ومؤسسات الدولة. ويشمل الاتفاق بنودا رئيسية بالإضافة إلى ملحق للترتيبات السياسية والاقتصادية وملحق للترتيبات العسكرية وآخر للترتيبات الأمنية بين الطرفين. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: إلى أين يمكن أن ينتهي هذا الاتفاق باليمن؟ وهل سيذهب الاتفاق نحو تثبيت الوحدة أم تعزيز الانفصال؟ نتابع تقرير الزميل ماهر أبو المجد ثم نبدأ النقاش. اتفاق تجزئة الشرعية بين الميليشيات قد يكون وصفا ملائما لاتفاق الرياض بالنظر إلى ما آلت إليه الشرعية منذ استعانتها بالسعودية لمواجهة انقلاب جماعة الحوثي، والواقع أن الشرعية ذهبت إلى الرياض ولا تزال تحتفظ بكثير من شرعية التوافق السياسي التي آلت إليها ثورة 11 فبراير بموجب المبادرة الخليجية والقرارات الأممية ذات الصلة، لكنها ما لبثت أن تنازلت عنها شيئا فشيئا، حتى أصبح دور الشرعية مقصورا على إعطاء المشروعية لمخططات إقليمية تدار باسمها وتوقيعاتها. ذهبت الشرعية محمولاً على ظهرها انقلاب جماعة الحوثي، فأضيف لها انقلاب آخر برعاية وتمويل وتخطيط من التحالف، وبذلك تكون السعودية والإمارات قد ألغت كل المرجعيات السابقة التي انتهت إليها ثورة 2011، وذلك مبتغاها الذي ظلت تحضر له منذ ما قبل اقتحام جماعة الحوثي للعاصمة صنعاء. قد يبدو الطرح آنفاً مخالفاً لما يراه البعض ممن يأخذون من الأمور قشورها، والقصد أن التوافق الحاضر مؤخراً في قصر اليمامة ليس توجهاً يمنياً خالصاً بقدر ما هو تنفيذ لمخطط أدير في أبوظبي وصادقت عليه الرياض، والتعويل عليه نوع من الرهان على أن يخرج الماء من السراب. تحتشد النخبة اليمنية الفاقدة للخيال السياسي والمناورة وراء الاتفاق كطريق واحد مجبرة أن تخطوه، لكن ما يدور في الغرف المظلمة قد يبدو مغايراً لذلك الطرح الهادر أمام الكاميرات، وذاك تجل واضح للإرادة المسلوبة. إذن قبل البدء بالنقاش أرحب بضيفي من العاصمة الأردنية عمان المحلل السياسي عبد الناصر المودع، ومن القاهرة أيضا ينضم إلينا المحلل السياسي علي الضالع، لكن البداية تكون مع السيد عبد الناصر. سيد عبد الناصر المودع مساء الخير، مرحبا بك. سيد عبد الناصر لو تسمعني. إذا أعود إلى القاهرة والمحلل السياسي علي الضالع. سيد علي مساء الخير، هل تسمعني؟ مساء النور وشكرا لكم على الاستضافة. أهلا بك. سيد علي، كيف تقرأ اتفاق الرياض الأخير بين الشرعية والمجلس الانتقالي يوم أمس؟ طبعا أود أن أقول أن التحليل كان فيه درجة من التشاؤم إلى حد ما، إنما قراءتي تنطلق من إذا اعتبرنا أن المقدمة هي جزء من الاتفاقية وأنا أظنها كذلك، فهذا يعني أن الأمور ستسير باتجاه الحل وعلى حالة المشاكل. أما إذا كان البعض لا يعتبر المقدمة جزء من الاتفاقية فهناك الكثير من الشكوك التي تحوم حولها. نعم. طيب سيد علي، بوجهة نظرك كيف سيؤثر التوقيع هذا على التوقيع على الاتفاق على القضية الجنوبية؟ لو تحدثنا عن القضية الجنوبية مبدئيا. طبعا أنا كما قلت طالما أن المقدمة هي جزء من الاتفاقية فالمقدمة تشير إلى المرجعيات الثلاث، تشير إلى المبادرة الخليجية وآلتها التنفيذية، يشير إلى
مخرجات مؤتمر الحوار الوطني يشير إلى قرارات مجلس الأمن، وهذه المرجعيات الثلاث تؤكد على وحدة التراب اليمني. نعم. وعلى أن الشعب اليمني شعب واحد، أرضه واحدة، عليه حكومة واحدة. وبالتالي أنا أرى كما قلت، إذا حسنت النوايا فإن الاتفاقية هي مخرج وعلى حل لكثير من المشاكل. أما إذا كان البعض، وكما ألاحظ من خلال ما أكتب البعض، أن يقفز إلى بعض الفقرات ويقتني منها ما يريد أو ما يشعر بأنها تعبر عن قناعاته، فهذا بالتالي هي بداية للدخول في مشكلة جديدة. نحن أصحاب سوابق اليمنيين، وقعنا اتفاقات السلم والشراكة، وقعنا اتفاقيات في عمان، وقعنا مخرجات مؤتمر الحوار، وللأسف يوجد من يخرج على هذه الاتفاقات وفقا لكلمة هنا أو كلمة هنا، وفقا لتوجيه يأتي من هذه العاصمة أو توجيه يأتي من تلك العاصمة. إذا أحسننا النوايا كما قلت والتزمنا بتنفيذ الاتفاقية كما وردت، فالأمور بالفعل ستخرجنا مما نعاني فيه من مشاكل وأزمات. لكن الوضع في اليمن والانقلابات المتكررة، هل نركن إلى النوايا في هذه الأمور؟ لا، أنا بالتأكيد أنا قد قلت لك، قلت لك سبق أن وقعنا على اتفاقيات العهد والاتفاق في عمان، وتم التوقيع على مخرجات مؤتمر الحوار، وتم التوقيع على كثير من الاتفاقات من بعد ثورة 1962 وحتى اليوم، ولكن هناك البعض يقبل أن يكون أداة لهذه الدولة وتلك لهذا التوجه السياسي أو ذاك. هنا الخطورة تكمن، إذا أحسننا النوايا كما قلت والتزمنا بنصوص الاتفاق من أوله إلى آخره، وكما أؤكد على أن مقدمة هذه الاتفاقية هي جزء منها وليست مجرد ملحق واحد ملحق اثنين. نعم، أرجو أن تبقى معي. لأن هذه الملاحق تؤكد على وحدة التراب اليمني. طب أرجو أن تبقى معي، أعود للعاصمة الأردنية عمان والمحلل السياسي عبد الناصر المودع. سيد عبد الناصر لو تسمعوني، مرحبا بك. مرحبا بكم، تسمعيني؟ نعم أسمعك، أهلا بك. سيد عبد الناصر، شهدنا جميعا توقيع الاتفاق يوم أمس، لكن بنظرك إلى أين يمكن الاتفاق قصر اليمامة هذا أن يقود البلاد؟ كما هو واضح، يعني الاتفاقية هي عبارة عن وجيه وبنود كثيرة متعددة ذات مضامين مختلفة، وبالتالي كل طرف سيفسرها بالطريقة التي تتناسب معه، لكن في المجمل الاتفاقية تجنبت الدخول إلى القضايا التفصيلية والقضايا الخلافية، وفقط وضعت خطوط عريضة بما استطاعت أن تمرره على الطرفي الذي وقعوا عليها. هذا ما تم نشره، لكن ألا تعتقد أن هناك أشياء دارت تحت الطاولة ولم نعلم بها ولم تنشر؟ أكيد هناك أشياء كثيرة، وهناك تحفظات وهناك تساؤلات، لكن بشكل عام ما صدر عن هذه الوثيقة هي وثيقة وليست اتفاقية، بمعنى أنها كما نعرف هي وثيقة صاغتها السعودية والإمارات، وتم التشاور أو الفرض على الأطراف اليمنية، رغم أنها هذه الأطراف من حيث الشكل هي ليست صاحبة يعني الحكومة اليمنية بصفتها ماذا توقع الاتفاقية، هي لم تكن الطرف الرئيسي في الصراع بالمعنى الحرفي للكلمة، هو كان صراع بين قوى جنوبية جنوبية، وليست حتى لا نستطيع أن نقول أنها قوات حكومية 100%. لكن على العموم هذه الاتفاقية كما ذكرت لك فقط أشارت إلى عموميات المواضيع التي مهتمة بها، أهم ما فيها أنها قلصت صلاحيات هادي وجعلته
عمليا فاقد للسلطة الحقيقية فيما يتعلق بتشكيل الحكومة وفيما يتعلق أيضا بإدارة الشأن في المناطق الجنوبية. فيما يتعلق بقضية الوزراء تم الإشارة بشكل واضح بأنه سيتم تعيينهم بعد التشاور مع رئيس الوزراء، والذي يبدو أن الاتفاقية كأنها ضمنيا أبقت على رئيس الوزراء الحالي، لأنها لم تشير إلى قضية تعيين رئيس وزراء، وكأنها تشير ضمنيا إلى بقاء معين عبد الملك كرئيس الحكومة. أما ما يتعلق بالوزراء والذي قالت بأنها ستتم توزيعها بالمناصفة شمال وجنوب، هذه طبعا مشكلة أخرى ليس الآن يعني وارد الحديث عنها، ولكن ما يهم أنها أن هادي لم يعد هو من يختار أعضاء هذه الحكومة، ولكن سيتم فرض عليه في الغالب الأحيان من قبل السعودية التي ربما هي ستصير الطرف الرئيسي الذي سيدير المشهد في الجنوب، وتصبح بما يمكن اعتباره دولة وصاية. الوثيقة تقول بأنه هو من سيختار هؤلاء الأعضاء، وأنت تقول ليس هو من سيختار بل السعودية، وأنت تحدثت أيضا عن تقليص. نعم، أنت تحدثت أيضا عن أن الوثيقة قلصت صلاحية هذه، برأيك إلى من آلت صلاحيتها؟ هل تعني أنها آلت إلى السعودية؟ إلى أيضا الوثيقة كانت غامضة، تتكلم عن أنه يعين المحافظين ومدراء الأمن بالتشاور، لم تشير التشاور مع من، لكن عمليا عندما أيضا تتحدث الوثيقة عن أن السعودية أو قيادة التحالف تسمى، ونعرف أن بعد انسحاب الإمارات لم يتبقى إلا السعودية، وهذه ولهذا لجأت الاتفاقية على صيغة قيادة التحالف، لا تريد أن تقول السعودية، لكن نحن نعرف بأن السعودية هي ستكون الدولة أو الطرف الذي يدير الشأن في هذه المناطق. السعودية ستتولى عملية هيكلة هذه القوات التي وتنظيمها وتحديد مناطق انتشارها ومهامها، وبالتالي عمليا ستصبح السعودية هي من تدير الشأن العسكري والأمني في هذه المناطق، كما أنها أيضا عمليا هي من ستختار أو نقول هي من ستوافق في الأول والأخير على أي تعيينات للوزراء وتعيينات للمدراء الأمن والمحافظين في المناطق الجنوبية. وسيكون هذه دوره فقط التوقيع النهائي والإعلان القانوني بصفته لا زال الرئيس الذي يعترف به العالم، لكن عمليا لم يعد من صلاحيته تعيين هؤلاء وفقا لما يريده، ولكن وفقا لكلمة التشاور، وهنا يعنى بها السعودية. من ناحية أخرى طبعا الاتفاقية لم تدخل في القضايا الخلافية، لم تشر بشكل محدد إلى قضية الجنوب، أعطت فقط أن المجلس الانتقالي سيكون له تمثيل في أي مفاوضات نهائية، وهذا الأمر طبعا لن يختلف كثيرا. سأعود لسؤالك حول هذا الموضوع تحديدا، لكن أعود إلى السيد علي الضالعي مجددا. سيد علي لو تسمعني، سيد عبد الناصر المودع قال لا صلاحيات لهذه وفقا لهذا الاتفاق، الصلاحيات كلها للتحالف قال أيضا، أنت برأيك هل توافق هذا؟ طبعا أنا أختلف معهم كثيرا. قراءة الأخ عبد الناصر المودع قراءة تشاؤمية للأسف. أنا أتصور قضية كلمة، هو ركز على كلمة التشاور. كل الحكومات في العالم كله، سواء الحكومات الجمهورية أو الملكية الديمقراطية بالمفهوم الليبرالي أو الديمقراطية بالمفهوم الاشتراكي، لا يتم من حق الرئيس أن يعين إلا بالتشاور. من التشاور هنا المعنى؟ لا بد أن يتشاور مع مجلس النواب، لا بد أن يتشاور مع القوى السياسية، لا بد أن يتشاور، وبالتالي القراءة المتشائمة تعطي المعنى أو المفهوم الذي فهمه الأستاذ عبد الناصر مودع، لكن أنا أفهمه غير ذلك. على الأخ الرئيس وهو يعين الحكومة أن يتشاور مع الجميع، قوى سياسية، مستشارين، مجلس نواب،
وغيره، وبالتالي هذه ليست نقطة ضعف بل هي نقطة قوة. قضية المناصفة لم تكن جديدة، مؤتمر الحوار الوطني الشامل وأنا كنت أحد أعضائه أكدت على قضية المناصفة في ظل الدولة الفيدرالية اليمنية الواحدة، وبالتالي ليست تناجرا وإنما هي تنفيذا لإحدى قرارات مؤتمر الحوار الوطني. الإشكالية تكون في المفاهيم، إذا فهم البعض بأن هذه القرارات أو يختار فقرات معينة ليفسرها كما يريد، عندما تتحدث الملحقات الملحق العسكري أو السياسي يؤكد بإحدى فقرات الفقرة الرابعة التزام بحقوق المواطنة الكاملة لكافة أبناء الشعب اليمني ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي ونبذ الفرقة والانقسام، الكلام واضح ضد المناطقية ضد الانفصال، إنما أن نقصد إلى قضية أن في وحدة تبع المجلس الانتقالي وحدة تبع الرئاسة، يعني هذه جزئية من الجزئيات، لكن الاتفاق بشكل عام يؤكد على الوحدة اليمنية وبأسلوب ذكي كما قلت. إذا فهمنا الأمور وانطلقنا من حسن النية وبفتح صفحة جديدة فيما بيننا نحن إشكاليتنا اليمنيين، وعبر التاريخ نقدم التنازلات الآخرين لكننا لا نقدم تنازلاتنا لبعضنا البعض، عبر التاريخ راحوا يأتوا بالأحباش لحل الخلافات الداخلية، راحوا لأيام دول الحميرية يأتوا بالفرس لحل المشكلة أو لطرد الأحباش. في تاريخ الحديث مجيء قوات مصر عبد الناصر بأعمال النظام الجمهوري، الآن التحالف العربي مشكلتنا أننا نقبل أن نتنازل للآخرين ونتراجع أو نرفض أن نتنازل لبعضنا البعض، لقد آن الأوان أن نتحاور فيما بيننا أن نقدم تنازل. سيد علي تبدو لي متفائلا أكثر حتى كثيرا حتى أكثر من الرئاسة، رئاسة الجمهورية أيضا ممثلة بالعليمي، رئاسة الجمهورية عبرت عن طريق مدير مكتبها أو أكدت أن اليمني تجارب غير ناجحة في الاتفاقات، ترى هل يعني ذلك أن الرئاسة أيضا غير متفائلة وتلمح إلى فشل هذا الاتفاق مسبقا؟ العليمي يعبر عن وجهة نظر سياسية معينة ولا يعبر عن الرئاسة، الرئاسة يعبر عن يبقى مديرها الجمهورية الآخر لا رجاء يبقى مديرا للرئاسة. نعم تفضل. مديرا هذه المشكلة، أنه أنا كموقف شخصي عندما تكون لي قناعة معينة أقفز على الأمور وأصرح وفق قناعتي. رئيس الجمهورية موجود ضمن الاتفاق، رئيس مجلس النواب كان موجود، وبالتالي التصريحات الفردية يجب ألا نعول عليها وإلا يعني أن ندخل في مهاترات من عقب أعضاء. أنا طبعا من الضالع ولكنني وحدوي حتى الأرض، وبالتالي يفترض كما قلت أن نقدم تنازلات لبعضنا البعض بمختلف قوانا السياسية ومختلف انتماءاتنا الاجتماعية ومختلف مناطقنا وطوائفنا. أما إذا كنا سنتمترس لن حتى لو جاءت قوات العالم كله لن تحل المشكلة اليمنية. إذن السيد علي الضالعي المحلل السياسي كنت معنا من القاهرة، أشكرك جزيل الشكر. ينضم إلينا أيضا من اسطنبول الكاتب والصحفي علي الفقيه. سيد علي، انتهى التوقيع على الاتفاق وتشكلت معادلة جديدة في الجنوب، إلى أين يمضي مستقبل هذا الاتفاق برأيك؟ أهلا وسهلا، تحية لك ولضيوفك وللمشاهدين الكرام. أعتقد أنه الاتفاق يعتمد على ما سيأتي، على النوايا التي يعملها الموقعون وعلى الخطوات اللاحقة، مدى استعداد الأطراف التي وقعت الاتفاق لتنفيذه وللجنوح للسلم ولحل القضايا عبر الحوار والتخلي عن القوة، لأنه يعني خلال السنوات الماضية على الأقل منذ ثورة 2011 وحتى اليوم وقعت كثير من الاتفاقات وتلتها موجات من القتال، يعني أن الأطراف التي وقعت هذه الاتفاقات لم تكن جادة في تنفيذها وإنما استعمالها ك يعني مرحله للانتقال لجوله اخرى من تحقيق المكاسب بالقوة. وشهدنا ايضا كيف تم الانقلاب على اتفاق السلم والشراكه، وهو يعني الذي جاء بعد دخول الحوثي صنعاء وانتقلوا بعدها لاستكمال ما بداوه بالعنف والغي كل ما رتب على ذلك الاتفاق، لانه للاسف الشديد الاتفاقات التي نوقعها اشكالتها الاساسيه بانها تنتقص من سلطة الدولة
بالإضافة إلى أن السلطة الشرعية أداءها ليس عند مستوى تطلعات الشعب الذي يعني يرنو إلى تحقيق الاستقرار والسلام. الشرعية بالضبط، يقول البعض أن الشرعية أيضا أصبحت منزوعة من كل إرادة وصلاحية، الشرعية ممثلة بالرئيس هادي ووجود هذا الاتفاق بعد هذا الاتفاق، كيف تنظر إلى ذلك؟ ما الذي كسبته وخسرته الشرعية من هذا الاتفاق برأيك؟ الشرعية خسرت كثيرا من خلال أداءها قبل الاتفاق حتى، لأنه بقاء الشرعية خارج البلد هو الذي جعلها تصل إلى هذه المرحلة. لو بقيت الشرعية بعد تحرير عدن، لو بقيت في عدن وأدارت المعركة بكفاءة وفرضت سلطتها على كل المناطق المحررة لما احتجنا اليوم إلى اتفاق، لأنه غياب الشرعية وضعف أدائها تسبب في انقلاب آخر وجعل الجميع مجبرين على الجلوس إلى طاولة حوار مع جماعة نفذت تمرد آخر بسطت نفوذها على الأرض بالقوة. وبالتالي إذا استمر أداء الشرعية بهذا الضعف مهما كان الاتفاق من إيجابيات فإنها ستخسره، وسيستفيد من هذا الاتفاق الطرف الموجود بقوة على الأرض الذي يستطيع أن يفرض وأن يطبق التفسير الخاص به بهذا الاتفاق على أرض الواقع. تفضل البقاء معي سيد عبد الناصر، كنت تتحدث عن التمثيل الجنوبي في هذا الاتفاق وفي الحكومة القادمة أيضا، فصائل جنوبية أخرى ترفض اقتصار التمثيل الجنوبي على المجلس الانتقالي أيضا في هذا الاتفاق أو في الحكومة الأخرى القادمة أيضا الانتقالي أيضا، كيف سيؤثر ذلك برأيك على النصيب الجنوبي في الحكومة الجديدة، وكيف سيؤثر هذا الاختلاف أيضا على القضية الجنوبية في الداخل؟ نعرف أنه خلال الفترة الماضية كان هناك سيطرة جنوبية على كل مفاصل الدولة، من رئيس الدولة حتى كان في فترة من فترات نائب الرئيس ورئيس الوزراء، وأكثر من 70% من الوزراء جنوبيين ومحافظ البنك المركزي، وبالتالي وكل الهيئات الرئيسية في الدولة بأيديهم، وبالتالي هذا العمل حينها لم يكن مشرع بشكل قانون بشكل رسمي، لكن بهذه الاتفاقية تم شرعنة أمر غير دستوري، لأنه البعض الذي يتحدث عن مؤتمر الحوار، مؤتمر الحوار هو فقط اتفاق سياسي ليس له قوة دستورية حتى يتحول إلى قواعد دستورية يستفتى عليها الشعب، حينها نستطيع أن نقول بأن هذا الكلام دستوري أو قانوني. ولهذا مبدأ المناصفة هو مبدأ غير قانوني وغير دستوري، ومع ذلك الاتفاقية لم تشر صراحة لمن سيشغل هذه المناصب من الجنوب أو من الشمال، تركت الباب مفتوح، لأنها يعني وهذا أمر طبيعي، لأنها لو بدأت تدخل في التفاصيل كان الكل سيعترض وستدخل في خلافات حول هذه التفاصيل. لهذا السبب جميع البنود كل هي بنود عائمة وبخطوط عريضة، ليس هناك من تفاصيل باستثناء أن رئيس الوزراء سيذهب، رئيس الوزراء وليس الحكومة، هكذا نصت الاتفاقية، سيذهب إلى عدن خلال أسبوع، وهذا أمر متوقع حدوثه لأنه عملية سهلة، يذهب هناك يوقع الشيكات ويشرف على الخدمات، غير ذلك لن يتدخل في الأمور السياسية، هذا ما كان يقوم به من سابق. أما مؤسسات الدولة ستبقى كما هي دون وجود فعلي في عدن حتى تتشكل الحكومة. الحكومة حين يبدأ الحديث عن تشكيلها هنا ستبدأ المشاكل، حصة هذا الطرف من هذه المنطقة. من الآن ومن فترة كان الحديث عن أن حضرموت تطالب بنصف حصة الجنوب، هناك تحفظات من المهرة، غدا ستظهر تحفظات من شبوة من الضالع، لأن فكرة المحاصصة وهذه فكرة تعتبر سخيفة وفكرة غير عملية، لا تقام الدول على محاصصة جهوية أو طائفية، هذه صيغ لدول فاشلة، ولكن تفاهت النخبة السياسية اليمنية منذ 2012 أنها بدأت ترسخ هذه المحاصصات الجهوية والطائفية والسياسية، لأن بالمحاصصات هذه تلغي فكرة المواطنة المتساوية وتلغي فكرة الكفاءة، وتتحول المسألة إلى تسويات
فوقية من قبل زعماء طوائف وقادة وتجار حروب وقادة ودول خارجية تتدخل، كل طرف يعين ممثل عنها، وبالتالي حكومات عاجزة متصارعة فيما بينها. ولهذا أعتقد بأن الأمور ستبدأ الخلافات على تشكيل الحكومة من اليوم الثاني. ليست العملية سهلة إلا في حال أن السعودية تفرض الأسماء فرض على الجميع، وبالتالي تعلن الحكومة بهذا الشكل. الأمر الآخر أيضا قضية دمج القوى المتناحرة وإشراكها أو جعلها جزء من المؤسسات الرسمية، وزارة الداخلية وزارة الدفاع. هذه العملية ستواجه بصعوبات كثيرة في الميدان، البعض سيتمرد، البعض قد يرفض، البعض سيغالط. وكذلك الأمر فيما يتعلق بمهام هذه القوات في المستقبل، والتي هي منوطة بالتحالف تحديدا، يعني بالسعودية. كل هذه القضايا الشائكة ستظهر في المستقبل القريب. ما حدث أمس كان عبارة عن احتفال بروتوكولي أرادت السعودية من خلاله أن توصل رسالة بأن هناك تقدم ما في اليمن، بينما هو خطوة فرعية في تعقيد المسألة اليمنية. سياسي عبد الناصر المودع، فكرتك وصلت، أشكرك جزيل الشكر. أعود إلى السيد الصحفي علي الفقي. سيد علي، السعودية الآن هي من تتحكم بكل المشهد وبكل لاعبي، هل يختلف برأيك شكل تعاطي السعودية مع الملف الجنوبي؟ السعودية أشرفت على توقيع الاتفاق، لكن إجمالا هي لن تكون قادرة على تنفيذ كل التفاصيل على الأرض ما لم يكن هناك إرادة ورغبة من الأطراف المعنية، وما لم تكف أيضا الإمارات عن التصرف بالشأن اليمني على الطريقة التي دابت عليها خلال الفترة الماضية. هي صنعت ميليشيات مسلحة مولتها خارج مؤسسات الدولة، ثم وعدت لها بالانقلاب والسيطرة على عدن والمحافظات المجاورة لها. بالتالي هذه الأدوات والأذرع المسلحة لا تزال على الأرض، من يضمن أنها ستسلم السلاح الثقيل والمتوسط الذي لديها؟ من سيضمن أن هذه الجامعة المسلحة ستلتزم بتوجيهات وزارة الدفاع إذا ما تم دمجها خلالها دون إعادة تشكيل لهذه القوات ودون إخراجها من عدن؟ فالاتفاق وبنوده كلها أمام، يعني ستكون في مهب الريح ما لم تصدق النوايا، وما لم يكن هناك رغبة حقيقية في شراكة أن يصبح المجلس الانتقالي جزءا من السلطة الشرعية. إذن أنت ويلتزم بالتوجيهات. مسؤولية نجاح هذا الاتفاق؟ عفوا لم أسمع السؤال. أنت تحمل السعودية والتحالف مسؤولية نجاح هذا الاتفاق؟ بالتأكيد هم الراعي الأساسي. إذا لم تصدق الإمارات على الأقل في الكف عن إشعال النيران كما فعلت خلال الفترة الماضية، فلن يكون لهذا الاتفاق أي قيمة. سيكون ما حدث بالأمس مجرد مهرجان في محاولة لتحسين السمعة لما لحق بها خلال الفترة الماضية، وأصبحت دوليا ضمن التقارير الدولية يرد اسمها كمعرقل لكل اتفاق، كمعرقل أيضا لعملية السلام في اليمن خلال السنوات الماضية. سيد علي، يبدو أن الشرعية لا تتعظ ولا تتعلم، برأيك هل هناك ضمانات لعدم عودة الانقلابيين إلى انقلاب مجددا بعد أن عادوا إلى حضن الشرعية؟ إذا لم تنزل الشرعية وتغير من أدائها وتخرج من القيود المفروضة عليها في يعني وضعها خارج البلد، فهم سيلون اليد الطولة في الميدان، وسنجد أنفسنا مستقبلا أمام يعني انهيار أكبر من الانهيار الذي حصل خلال الفترة الماضية. سنجد أنفسنا أمام تشكيلات مسلحة جديدة نحتاج معها إلى اتفاقات أخرى مشابهة، وستطول الحرب بهذه الطريقة لن يتحقق الاستقرار خلال المستقبل القريب. السيد علي الفقيه الكاتب الصحفي، كنت معي من اسطنبول، أشكرك جزيل الشكر. مشاهدينا نكتفي بهذا القدر، شكرا لحسن متابعتكم. هذه تحياتي وتحيات معد الحلقة ماهر أبو المجد وكل الطاقم، شكرا لكم.